السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي لكم جميعا إخواني وأخواتي أينما كنتم، كنت أتمنى تكونوا بألف خير وفي أحسن الأحوال كما العادة. المهم بدون إطالة غادي ندخل في الموضوع مباشرة. وين أخي كما كتلاحظوا معايا أليرتان دي لاس كونديسيونيس كو لاس كي سي بريتندي إنكوربورار خوبينيس ميغرانتيس على الكامبو. منظمات غير حكومية كترسل واحد الرسالة الوزير ديال الضمان الاجتماعي والإدماج والهجرة اللي هو خوسي لويس اسكريبا. كتلاحظوا معايا هنا كيقول لي الريال ديكريتو بارا باليار لا فالتا دي مانو دي اوبرا دا اغريكولا نو سبيسيفيكا ان كي سيتواسيون كيدارن لوس استرانجيروس تراس لا كامبانيا. بمعنى هاد الرساله اللي صيفطوا لهاد السيد هذا كيقول له ودي اول حاجه شنو هي الاجواء اللي غادا كيفاش غتكون الاجواء اللي غيخدموا فيها هاد الوليدات هادو اللي اول مره غيخدموا ما عندهمش تجربه في هذا المجال، من المراكز اديهم للفلاحه تخدم بهم اول خدمه، يعني اللي واحد الخدمه اللي هي صعيبه. وتاني حاجه كيقولوا له باللي الريال ديكريتو ولا المرسوم الملكي ما كيحددش لينا كيفاش غادي يبقاو هاد الناس هادو ولا هاد الوليدات من اللي ساليو الحمله ديالكم ديال الجني. هذه الحاجه الثانيه. نزيدو نهبطو تحت باش نعرفوا اكثر على هاد المساله هذه. كتلاحظوا معايا اون جروبو دي ديسيناس دي انتيداديس ديديكاداس على بروتيكسيون دي نينيس اي خوفينيس ميغرانتيس اين بيدو انا كارتا ال مينيستيريو دي انكلوسيون سيغوردا سوسيال اي ميغراسيونيس بارا ترانسميتير لاس دودس كي بلانتيا الريال ديكريتو. هنا بغاو يقولوا لهاد السيد هاد الوزير ديالنا، يعني هاد الجمعيات اللي ما قلت ولا واحد المجموعه ديال يعني كما قلت انتداديس ولا يعني منظمات غير يعني حكوميه اللي كيحميو الطفل والشباب يعني المهاجر، صيفطوا له واحد البرا لهاد الوزير ده كما قلت وقالوا له ودي الشكوك عندنا واحد الشك يعني في هاد الريال ديكريتو ولا في هاد المرسوم الملكي لانه ما واضحش وما كيوضحش كيفاش هاد الوليدات غادي يبقاو. هذا هو اللي كاين، يعني استنونا غادي نترجم لكم باش تشوفوا معايا كل شيء ونوضحوا الامر باش كل شيء يشوف معايا. الامر سهل وبسيط، هادشي هضرت عليه في الفيديو ولا في اللايف اللي قبل البارح، قلت بان المعركه لم تنتهي بعد وقلت بان غير تمهلوا غادي ينوضوا جمعيات وغادي ينوضوا يعني منظمات غير حكوميه باش غادي يبداو يغوتوا على هاد الدراري هاد. المهم كما كتشوفوا معايا مجموعه من عشرات الكيانات المكرسه لحماية. المهم بدا من الفوق باش تشوفوا انتم كتشوفوا تحذر المنظمات غير الحكوميه من الظروف التي يقصد بها دمج الشباب المهاجرين في الريف. الريف يعني هنايا كاين واحد الملابسات ديال الترجمه ديال جوجل ولكن ماشي مشكل. المرسوم الملكي لتخفيف نقص العماله العمال الزراعيه لا يحدد الوضع الذي سيبقى فيه الاجانب بعد الحمله. يعني اش غادي كيفاش غادي يبقى كيفاش غادي يكون الحال ديال هاد الناس هادو ولا هاد الوليدات ملي غتسالي الحمله ديال سميتو. كما قلت مجموعه من عشرات الكيانات المكرسه لحمايه الاطفال والشباب المهاجرين رساله الى وزاره الادماج والضمان الاجتماعي والهجره لابلاغ الشكوك التي اثارها المرسوم الملكي الذي يجعل توظيف الاجانب اكثر مرونه للعمل في مجال ما بين المجموعات التي يقصد بالقرار التي وافق عليها مجلس الوزراء يوم الثلاثاء. الشباب المهاجرون الذين تتراوح اعمارهم ما بين 18 و21 سنه ممن لديهم تصاريح اقامه ولكن لا يعملون. الشيء اللي احنا عرفناه يعني هاد الاطفال هذول هاد الشباب كان عندهم بطاقه بيضاء يعني سين ترباخو كما كيقولوا ما تقدرش تخدم بها ولكن هاد الناس يديروا لهم هذه التسويه باش يبدلوها لهم وتولي ديال الخدمه ياك. ولكن النص يترك الشروط التي يمكنهم بموجبها سيتم تعيينهم وفي اي وضع سيكونون بمجرد ان تصبح القاعده غير ساريه في 30 يونيو. هنا بغا يقولوا لنا بان هذا القانون ولا هذا المرسوم الملكي اللي خرج 30 يونيو غادي يحبس اللي غادي تسالي. يعني اشنو المصير ديال هاد الدراري هادو؟ هذا هو السؤال الجوهري، هذا هو السؤال اللي كيطرحوا هاد الناس هادو. شنو هو المصير ديال هاد الوليدات هادو؟ نزيدو نهبطوا لتحت باش تعرفوا اكثر على هاد المساله هادو. المنظمات غير الحكوميه ومن بينها مؤسسه رايس هذه يعني المنظمه الاولى، المنظمه الثانيه انقاذ الطفوله، والمنظمه الثالثه اليونيسف هذه راه معروفه عالميا ما كتخفاش عليكم، والمنظمه الاخرى هي اللجنه الاسبانيه لمساعده اللاجئين حتى هي معروفه سميتها سيار كاينه في هنايا في الباسك، ومنبر الاطفال. يعني عده منظمات يعني غير حكوميه اللي كتسهر على الحمايه ديال الطفل والشباب يعني بصفه عامه المهاجر. كيقولوا بإدراج هذا المرسوم الملكي في هذه المجموعة التي يمثلها الشباب بدرجة كبيرة أنهم جاءوا إلى إسبانيا كقصر غير مصحوبين لكنهم أشاروا إلى ضعفهم الخاص. يعني جاءوا ساكن قصار هنايا كبرتهم إسبانيا تهلط فيهم ولكن مع هذا وخالح 18 21 باقين يعني ضعاف باقين ضعاف. علاش؟ لأن ما عندهم تجربة في هذا العمل هذا ما عمرهم خدموا باقين دابا غير بوحدهم مسيبين إلى آخره. كيقولوا لي بلي نحن نتفهم بموجب المرسوم الملكي، حنا كنتفهموا هذا القانون اللي درته
أنه بمجرد انتهاء التوظيف المؤقت لهؤلاء الشباب سيعود جميعهم إلى وضعهم السابق غير ربحي. هذا هو المشكل، يعني هذا كارثة وجارمة في حق هذا الوليدات هذو. علاش؟ لأن جيو نقضيو بكم الغرض، نخدموا بكم، تجيو لنا الفلاحة ولا قدو. حنا عارفين هذو الوليدات ما غاديش يقدو يخدموا في هذه الفلاحة هذه، كونوا على يقين. كما قلت، لنفرض حنا هذو الوليدات كاع قدو سيدي يخدموا، غادي نخدموا بهم هذه الحملة ديال شهر شهرين ثلاث شهور، وغادي نقول لهم الله يعاونكم ثاني، الوريقات ديالكم غادي نرجعوا بعضين بايدين عفوا، وسيروا قلبوا ثاني شكون اللي يعطيكم كونترا من جديد باش تعاودوا ثاني تجدوهم الى اخره. هذا هو المشكل. هذه الحكومه هذه خزي وعار على هذا الشيء اللي دارت على هاد الدراري هذو. هذا هو اللي كاين. وبالتالي الى وضعهم الاولى كما قلت من التبعيه والاقصاء الاجتماعي. الانسان ملي كتجيب واحد وليد يلاه باقي قال بسم الله في الحياه، يلاه خرج من المركز وديه ضرب به واحد التمره واحد الكرفي في الفلاحه وتقضي به الشغل ديالك وتقول له سير الله يعاونك، يعني دابا الوراق ديالك راه غادي يرجعوا بايدين، ما غاديش تبقى تقدر تخدم بهم، خاصك تقلب على راسك باش تدبر على كونترا. يعني هذا شيء خطير. هنا يشرحون في موجزهم، يعني كيشرحوا في الرساله، تحتوي الرساله على سلسله من الاقتراحات للوزير خوسي لويس اسكريبا لضمان حمايه الاطفال، من بينها يقترح انه بمجرد انتهاء العقد المؤقت في النشاط الزراعي وبما انهم سيعرضون صحتهم للخطر فان الشباب سيكونون تلقائيا مستفيدين من تصريح الاقامه والعمل. يعني هنا على الاقل، على الاقل من يبغي يديو الدراري وتكرفصوا عليهم وكذا وتخدمهم، ملي تسالي بهم الكامبانيا ولا الحمله ديال الجني خاصك تخلي لهم الوريقات ديالهم ديال العمل، ما تسيبهمش يبقاو ثاني يمشيو يدلدلوا ويقلبوا على كونترا اخرى ثاني ولا على خفيف اخر باش يعطيهم كونترا. هذا هو اللي كاين. نزيد نكملوا. كما تطالب المنظمات غير الحكوميه بضمان احتياجاتها من الاقامه والنظافه والصرف الصحي اثناء عملها في الميدان، خاصه توفر لهم السكن وخاصه توفر لهم النظافه، الدوش الى اخره، والصرف الصحي يعني الدوش يعني بالطواليطات الى اخره. يعني خاصه هادشي كله يتوفر، وغادا تكون مراقبه على هاد الدراري هادو، رغم احنا اكيدين بان هاد الوليدات هادو ما غاديش يقدروا يخدموا في هاد الميدان هذا بكل تاكيد. المهم هادشي مزيان وهادشي كيفرح بالنسبه ليا انايا. علاش؟ لان هاد الحكومه يعني تجاوزت واحد الخط اللي هو احمر. لاناش؟ لان استهدفت واحد الفئه اللي بغاتها باش ترد لها داكشي اللي صرفت عليه. هذا هو اللي كاين. المهم يهدف المرسوم الذي روجت له وزاره الزراعه في المقام الاول الى دمج العاطلين على ما هادشي ما غاديش نتكلم عليه لانه كيخص المهاجرين اللي هما ولا اللي كيخص عفوا الا بغيت نقول الناس اللي هما وقفوا من ما سميتهم من الخدمه الى اخره. وكذلك يتضمن المهاجرين الذي تنتهي عقودهم خلال الفترة ما بين إعلان حالة الإنذار و 30 يونيو، يعني الناس اللي غادي ينتهوا لهم الوريقات ولا العقود ديالهم يعني ما بين الفترة اللي دخل فيها الحجر الصحي و 30 يعني شهر 6. هذا هو اللي كاين. والحاجة الثانية ولا الثالثة، هما خاصهم يكونوا يسكنوا في البلاصة اللي غادي يخدموا فيها، وهذا من الشيء يعني المستحيل، لأن غادي تلقى كاع الناس الخدامة فويل باغا تسيبهم كافينك، في أراغون غاتسيبهم كافينك، في اكستريمادورا غاتسيبهم كافينك، في كاتالونيا غاتسيبهم كافينك، يستحيل. هذا هو اللي كاين. المهم علاش اللي قالك لتجنب النزوح الكبير، يعني باش ما يتنقلش في ظل هذا الحجر الصحي الى اخره. المهم نختم، كتابة المنظمات غير الحكومية يطلب ولا بطلب تضمين الجماعات التي تم استبعادها او لم يتم التفكير فيها في المرسوم. هنا غنتكلم على واحد الفئات اللي كاينين، فئات اللي جاوا في القرار تكلم عليهم القرار يعني في البرادور ديالو ولا في المسودة ديالو وقساوهم، وكاين واحد الفئه اللي ما تكلموش عليها بمره اللي هي هذه، وهم يشيرون الى الشباب الذين تم ارسالهم لرعايه ما بين 18 و21 سنه بدون تصريح اقامه لانهم لم يتم توقيفهم ولا توثيقهم بشكل كاف من قبل الاداره التي قامت بحمايتهم على الرغم من حقهم في ذلك. كاين اطفال اخرين اللي تهما كانوا في المراكز ولكن خرجوا من هذه المراكز بدون اقامه، لا بيضه ولا كحله ولا صفراء، ما عطاهم حتى شي حاجه، خرجوهم حراقين هكا وبقاو يدلدلوا في الشارع. هاد الفئه هذه ما تكلمتش عليها هاد الوزاره، هاد الوزاره يعني الظالمه ما تكلمتش على هاد الفئه هذه. نزيدو نشوفو شكون هي الفئه الاخرى اللي تكلموا عليها. وكذلك طالب اللجوء الذين كانوا في اسبانيا منذ اقل من 6 اشهر، هاد الناس تهما جاوا في البرادور، تهما جاوا في البرادور ولا في المسوده، ومن اللي مشى القرار يتصادق عليه في المجلس ديال الوزراء ضربوا الطم عليهم، وليس لذلك اذن عمل حتى الان، يعني ما كان عندهم حتى يعني البطاقه ديال الاقامه. تشير الرسالة إلى أن العديد من هؤلاء الأشخاص هم من عائلات التي لديها أطفال في حالة ضعف اقتصادي وعملي خاص. كنعرفوا اللاجئين هنا كيجيو بالوليدات ديالهم بالعيالات ديالهم بكل شيء، وكاين اللاجئين
اللي ما عندهمش اكثر من 6 شهور، هنا مازال ما عندهم لا بطاقه ديال الاقامه لا حتى شي حاجه، وعندهم الوليدات وكيعيشوا في واحد الحاله اللي هي خطيره. هذا الشيء اللي كاين. بقى في اخرى اللي ما ذكروش هادو، لانهم هاد المنظمات كيتكلموا على الفئه اللي كيحميوهم اللي هي الاطفال واللاجئين، ولكن الفئه الاخرى اللي جات في البرادور كذلك ولا اللي جات في المسوده وتا هي جمع عضوها ومعاهم اللي مشاو صادقوا على القانون، هما الناس اللي دافعين الوريقات ديالهم وباقيين كيتسناهم يجاوبوهم، ولا الناس اللي دافعين الوريقات ديالهم وخاصهم بعض الوثائق الاداريه. حتى هادو كانوا جاو في البرادور ولا جاو في يعني في المسوده، وكما قلت ملي مشى هذا القانون للوزاره ديال ولا مشى المجلس ديال الوزراء جمعوا وطواو مع هذه الفئات هذو كاملين. هذا هو اللي كاين. انا حطيتها لكم في الكومونيداد ولا في البوست ديال القناه وعلمت عليها بالحبر وقلت لكم ها انتم، لا الناس اللي كانوا دافعين الوريقه ديالهم كيتسناو شي حاجه يردوا عليهم، ولا اللي عندهم شي وثائق اداريه خاصهم في الملف كانوا مذكورين في المرسوم ولا كانوا مذكورين في البراطور ولا في المسوده ديال القانون باش حتى هما غادي تعطاهم الاولويه هما واللاجئين. ولكن مع هذا القرار ملي مشى القانون مشى يتصادق عليه جمعوا وطواو مع هاد جوج فئات هادو اللي هما الناس اللي دافعين الوريقات واللاجئين اللي باقيين ما كملوش 6 شهور هنا في اسبانيا وما عندهمش البطاقه. هذا هو اللي كاين. المهم تحياتي لكم كاملين، كنتمنى نكون فدتكم، نتمنى نكون وضحت هذا الامر هذا. وللحديث بقيه، مازال جايه البلباله، مازال على هذا الشيء وعلى هذا القرار هذا الظالم كما قلت لكم، مازال ان شاء الله لنا حديث مطول في هذه المساله هذه. المهم تحياتي لكم كاملين، حتى نتلاقى بكم ان شاء الله في الموضوع الماجي، والسلام عليكم.